بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخي حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. عبر سموه فيها عن بالغ تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، سائلا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.